علاقتي مع المرحوم الشيخ عيسى رحمة الله عليه عرفته منذ الصغر، فهو كان يتمتع بالأخلاق العالية جدا والتواضع الجم للجميع من غير تمييز، نفس التعامل نفس الصفات نفس الابتسامة. لكن أنا أذكر في بداية توليه رحمة الله عليه كنت أنا لسه لازلت في قلالي، في قرية قلالي، طلع شخص صياد سمك هو وابنه وغرق في البحر واختفى، وظلت الأسرة من غير شيء، ظلت الأسرة من غير عائل طبعا. فأنا رحت وكلمت الشيخ عيسى وقلت له يا طويل العمر هذول مات عائلهم أسرة فقيرة، فأرجوك تساعدهم تسوي لهم. قال لي طيب إن شاء الله. رفع التلفون وكلم يوسف بن رحمه الله يرحمه وقال له، ذاك الوقت بالربية يعني، فقال له أعطهم 1000 ربية، 1000 ربية ذاك الوقت كانت كبيرة يعني. فشكرته ومشيت، وصلت عند الباب صوت علي قال لي ايش رايك احنا نسوي لهم معاش شهري ويأخذون لنا يكبرون عيالهم احسن من نعطيهم 1000، يمكن يضيعون الحين 1000. قلت له والله صحيح، هذه فكره ممتازه. قال خلاص بس بنسوي لهم معاش لين تكبر عيالهم. كبروا عيالهم دخلوا جنود في قوات دفاع البحرين. هذا طال عمرك نظرة مو بس فيه رحمة بعد فيه تخطيط، يعني أدرك إن 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 هذول لما يستلمون 1000 تنتهي 1000، لكن لما خلالهم راتب دائم مستمر إلين كبروا وتوظفوا ويمكن يأخذونه للحين ما أدري.